للجهاز الحركي بالعمل على تطوير سبل العلاج والتعاطي، وبمشاركة أكثر من 350 طبيبا متخصصا في جراحة العظام توافدوا من 23 دولة من حول العالم، وعدد كبير من الأطباء اللبنانيين وطلاب الطب في الجامعات اللبنانية. عقدت الجمعية مؤتمرها 11، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا رئيسة قسم جراحة العظم في المستشفى الجامعي في الخبر بالسعودية دلال بوبشيت للحديث عن المؤتمر في فقرة أحداث ونشاطات. صباح النور دكتورة، شرفتينا. بداية أخبرين عن الجمعية، يعني كيف تأسست وما هو عملها؟ السلام عليكم، صباح الخير. في البداية الجمعية العالمية لجراحة نسيت اسمها الجمعية العالمية للجهاز الحركي، احنا نسميها IMS، متعودين على اسمها بالانجليزي. الجمعية بدأت بفكرة من دكتور توني تنوري. دكتور توني لبناني بس مقيم في امريكا. الفكرة انه طول الوقت الاطباء الجراحين نعمل مؤتمرات في جميع انحاء العالم، وغير اختراعاتنا اللي موجودة ندرب جميع انحاء العالم، وننسى او مو ننسى نقول الوطن العربي يكون مظلوم شوي. فبدأت الفكرة من 2008، كلم الجمعية اللبنانية لجراحة العظام وكلم الشباب اللي هنا، دكتور رجا شفتري، دكتور حسان سرحان، وبدأت بجمعية بسيطة بمؤتمر بسيط. التدريب كان على حيوانات لتعليم مش طلاب الطب، هم طلاب الدراسات العليا اللي تخصص في زمالة جراحة العظام. وبعدين تطورت في خلال 10 سنوات اللي فاتت إلى ما وصلنا للمؤتمر الحديث اللي توا خالص، اللي هو المؤتمر رقم 11. المؤتمر هذا صار تطور أكثر، 350 طبيب كحضور من 23 دولة مختلفة. مش بس الجراحات الأساسية، صرنا نعلم التقنيات الجديدة والحديثة والتطورات اللي موجودة. طيب دكتورة دلال، إلى أي مدى تجدين هنالك أهمية واستفادة عم يستفيد منها العرب من تبادل الخبرات الذي يحدث؟ يعني أنتم أطباء من كل دول العالم عم تسوي بكل التطورات وتنقلوها لبعض وتدربوها لبعض، خبرينا عن الأهمية الطبية اللي عم تنعكس على الأرض. زي ما قلتي، احنا الهدف الأساسي هو تبادل الخبرات والعلم بدون تحيز. فالقامات اللي موجودة في الوطن العربي من جميع أنحاء العالم، من أنحاء الوطن العربي، يعني الناس الشباب اللي موجودين في العراق وفي السودان وفي لبنان والسعودية، لما نجتمع في مؤتمر زي كذا نتبادل خبرات ما بيننا وبين بعض، نتبادل الإنجازات الحديثة، نتبادل حتى مناقشة الحالات الصعبة. يعني كل واحد يجيب معه حالة تكون صعبة الحل أو توقف العلم، خلينا نقول في وجود الحلول، ونبتدي تجتمع هذه العقول لإيجاد حلول. الخبرات وإيجاد الشركات الجديدة أو الإنجازات الجديدة والتطورات والتقنيات الحديثة، نتعرف على الشركات اللي موجودة وإنجازاتها، غير أنه زي ما قلنا الناس يتعرفون على بعض. أكيد. يعني دكتورة تكلمتي عن التطورات الجديدة وآخر ما توصل له العلم واختبارات التي تجرى من هنا وهناك بيد أطباء بالتأكيد قادرين. ماذا يعني ما كانت أهم التقنيات الجديدة أو التطورات التي نوقشت في المؤتمر هذا العام؟ طبعا كإنجازات وكاختراعات موجودة، زي ما قلنا القامات اللي موجودة لها إنجازاتها. دكتور توني الحالة عنده 12 إنجاز واختراع جديد. فيتدرب الأطباء على جراحة السنة هذه تدربوا عليها، اللي هو جراحة العمود الفقري بجروح صغيرة بدل ما كان جرح كبير، يسمونها مينيمال انفيسيف. التقنية الجديدة اللي كانت موجودة السنة هذه هي اختراع أو طبع جهاز ملائم للمريض بتقنية 3D، ينعمل للمريض أشعة مقطعية 3D ترسل للشركة اللي موجودة، تعمل الجهاز أو الرقعة الجلدية العظمية المناسبة لهذا المريض. تتم محاكاة القطعة مخصصة، أيوة مخصصة لحالته، تكون بيلد إن لنفس المريض. فدكتور توني السنة هذه أخذ الجثث، احنا نشكر طبعا الناس اللي أهدوا جثثهم للعلم،
فأخذ الجثث ونعمل لها أشعة مقطعية، وأخذت المشكلة ونعمل لها جهاز يحاكيها. فزي ما قلتي أنت، في التكنولوجي الجديدة الواحد ما يجرب على هيومنز على طول، ما يجرب على ناس على طول، فالواحد يتدرب أول شيء على جثث. فكان هذه السنة هذه أول تجربة لها في الوطن العربي كله. نعم. طب كيف تقيمين جراحة الأعصاب وما إلى ذلك، يعني كل المواضيع التي كانت هي أساس هذا المؤتمر بوطننا العربي، التطور اللي عم نوصل له وماذا نحتاج؟ فزي ما قلتي، الجراحة ما كانت بس جراحة العظام في المؤتمر. المؤتمر كان عبارة عن ثلاث أقسام مع بعض تمشي، اللي هو جراحة العمود الفقري اللي معاه جراحة الأعصاب، جراحات العظام بشكل عام، وعلاج الألم. نعم. فعلاج الألم كان مؤتمر لحالة، وكان جزء من التدريب على إعطاء الأبر المتخصصة في الألم. فبدل ما الواحد زي ما قلت انت يتدرب على ناس، كانت المعمل كان مجهز بكل شيء، كأنه غرف عمليات جاهزة فيها الأشعة اللي موجودة، الأبر تنعطى، طريقة إعطاء الأبر كانت بشكل يعني دقيق بيرفكت، دقيق للمنطقة المؤلمة باستخدام الأشعة. فالتدريب كان على هذا الجزء برضو، غير على جزء المحاضرات وال... نعم. ولكن كان سؤالي عن الوضع، يعني كيف ترين مثلا مستوى جراحة الأعصاب، معالجة الألام بوطننا العربي؟ طبعا اللي موجود زي ما هو موجود عالمي موجود في الوطن العربي. حلو. كتقنيات موجودة، كأطباء متدربين موجودة. أغلب الأطباء صار تدريبهم في الخارج ونرجع للبلد لتحسين المستوى. فكعلاج ألم موجود، بس المشكلة أنه الناس ما يعرفون أنه في طبيب متخصص اسمه لعلاج الألم، يكون دارس تخدير في البداية وانتقل إلى علاج الألم. فموجودين بقلة شوية في الوطن العربي، بس قاعد يطلع التخصص أكثر. كمان دكتورة، الأجهزة، يعني بنشوف أنه بتتكلم على أجهزة جديدة ما كانت موجودة في الوطن العربي، والآن تم إدراجها من خلال هذا المؤتمر، تعرفت عليها كيف تشتغلوا فيها، إيش فائدتها. إذن المؤتمر أيضا له شق آخر اقتصادي نوعا ما، فإنه يشجع ربما هذا التبادل أو ترويج ربما لهذه الأجهزة، اللي يمكن في دكاترة كثيرة، دكاترة عظام هنا وهناك، ما يعرف أنه في جهاز زي كذا بيعمل هذا الأثر. صحيح. كيف بتشوف أنه هذه المؤتمرات توصل آخر التكنولوجيا أيضا، مش بس آخر التقنيات اليدوية للأطباء، ولكن خدمة التكنولوجيا وخدمة الأجهزة الجديدة في علاج أمراض قد تكون كانت تؤدي، خلينا نقول، إلى توقف الحركة تماما، الآن أصبح ممكن علاجها بسهولة. بالضبط. هو شقين زي ما قلت. صحيح. أول شيء الشركات نفسها لما تعرف أنه في مؤتمر بالحجم هذا موجود في الوطن العربي، وفيه زي ما قلنا 23 دولة، يعني الشركة لما تيجي تعرض منتج ما قاعدة تعرضه بس في لبنان أو للأطباء اللبنانيين، أوريدي تتعرف على سوق كبير. صحيح. فالشركات صاروا يجون يعرضون، يعني الشركة هذه حقت 3D printing السنة اللي فاتت كانت بس عندها بوث عبارة عن ستيشن صغير بس تقول إنه هذا المنتج موجود. السنة هذه لا، طبعوا لنا الأجهزة وجابوها نحن نبتدي نجربها. أكيد السنة القادمة حيكون الأشعات موجودة للمرضى ونعرف إيش صار فيهم بعد سنة. فزي ما قلت، التبادل الاقتصادي للشركات إنه يعرضون أحدث الإنجازات، ولنا كأطباء إن إحنا نعرف كيفية التواصل مع الشركات هذه. يعني مثلاً شركة 3D printing إحنا كنا نعتقد إنها موجودة في أمريكا فقط، ما كنا عارفين إن هم يستطيعون إنه يرسلون لنا، يعني نرسل لهم الأشعات ويرسلون لنا الطعم اللي محتاجينه. فهذا يسهل على الطبيب إنه يجري العمليات بالتقنيات اللي موجودة في المكان، ربما يوفر في الوطن العربي كمان على المريض إنه يسافر ولا بدل ما يروح يسويها برا ممكن يسويها هنا، لأن تكنيك العملية نفسه هو نفسه لأي عملية ثانية، بس الجهاز نفسه أو الطعم نفسه محتاجين إن نجيبه. فإذا ما يحتاج المريض إنه يصرف مبالغ طائلة إنه يروح يسوي العمليات برا، ممكن يسويها هنا والجهاز يجي. نعم. طيب دكتورة، هذا المؤتمر اللي هو عالمي وأصبح محطة رسمية طبية مهمة ببيروت كل سنة، عم بيتم برعاية رسمية، إلى أي مدى هنالك احتضان من قبل الحكومات العربية لكل ما هو جديد؟ يعني بعد ما تخلصوا من هذا المؤتمر كل دكتور عربي عم يرجع على بلده، دي المستشفيات والحكومات، وزارات الصحة
تحديدا عم بيأمنوا لكم وتسهيلات لحتى كل جديد يكون موجود ويكون في تعاون بيناتكم؟ طبعا صعب اني اجاوب على الوطن العربي كله، ما اعرف بشكل عام يعني بشكل عام عم بحكي. يعني انا يعني زي ما قلت انت كوست افكتيفنس، يعني اذا وزاره الصحه عرفت انه بدل ما تصرف خلينا نقول 100,000 دولار عشان المريض هذا يطلع يسوي العمليه برا لان الاشياء مش موجوده، يصرف 10,000 دولار على مثلا مجرد انه يسوي اشعاعات زياده للمريض وترسل وترجع، فهذه cost effectiveness أكيد أن وزارة الصحة هتكون interested. في أشياء مش محتاجة مبالغ هائلة كتكنيك أو كإنجازات، مجرد إرسال طبيب أو طبيبين للتعرف أو تعليم التكنيك هذا ويرجع طبعا حتفرق في الدولة على المدى الطويل. أنا أقدر أتكلم عن السعودية مجرد ما نحن نقول أن نحن محتاجين الجهاز هذا، صحيح أنه يأخذ وقت إلى ما يوصل البيبر وورك وإثبات أنه هذا الجهاز مش إكسبرمنتال مش تجريبي، يعني كل دولة فعال. أيوة في منظمات، يعني في الـ FDA الأمريكي، في عندنا في السعودية في شيء اسمه السعودي FDA. لازم نكون عارفين أنه الجهاز هذا مش لسه تجريبي، أنه طبق وأثبت علميا أنه هو أصلا في المؤتمر فيتم إحضاره بالتأكيد يقلل التكلف عليه. هنا في سؤال، في أول كلامك تكلمتي على أنه هذه المؤتمرات هي شحيحة في الوطن العربي، لا تجرى بصورة دورية. الشيء اللي متعودين عليه أنه أي دكتور لازم يسافر برا عشان نعطيه ختم انه هو شاطر، يعني في الوطن العربي لا. ليه يعني لماذا هذا الشح؟ لماذا لا تقام هذه الاشياء بكثافه اكثر؟ بتوقع انه عدد المرضى عندنا في الوطن العربي اكثر من برا ومحتاجين فعلا، يعني احنا ممكن نكون مناطق كوارث، عندنا امراض العظام، عندنا امراض الشيخوخه لانه ما عندنا رعايه شيخوخه، وبالتالي هي مرتبطه بمشاكل الحركه، فلماذا لا تكون موجوده لدينا في الوطن العربي بصوره دوريه اكثر؟ زي ما قلت لك في البدايه صارت انه كل جمعية مثلا الجمعية اللبنانية تعمل مؤتمرات في لبنان، الجمعية العراقية تعمل المؤتمرات في العراق، لما يتكرر نفس الأشخاص على نفس المحاضرات يبتدي يصير في تكرار، صحيح. ما يبتدي يصير في شيء جديد، فوجود مؤتمر زي هذا أنه مجمع كل الناس من أنحاء الوطن العربي، بالعكس وجود أنه مؤتمر واحد في السنة يتجمع فيه كل الخبرات أفضل من وجود 10 مؤتمرات يضيع فيها، صحيح. يتوزع فيها يضيع دمه بين القبائل على ما يقولون. فوجود مؤتمر واحد مركز سنويا تجتمع فيه زي ما قلنا القامات كلها، برضو إحنا جداولنا مزحومة إن إحنا نسوي أكثر من مؤتمر بالسنة حيضيع كثير وقت وجهد، تركيز الوقت والجهد في مكان واحد شيء مهم جدا. نعم. احنا جزء من المؤتمر زي ما قلت انت التعليم مش بس للزمالات والتخصصات والجراحات، في تدريب الاطباء الزمالات على كيفيه اجتياز البورد. نبي نتاكد انه الطبيب لما ينعطى شهادته انه اخصائي او حيصير استشاري نتاكد انه سيف، الطبيب مو بس شاطر انه امن على المريض. فنعطيهم الكورس هذا كان مدته 3 أيام، نتأكد أنه هم مش بس العلم اللي موجود صح، حتى طريقة الكوميونيكيشن مع المريض، لأن هذه مشكلة ثانية بالوطن العربي. نعم. أنه تلاقي المريض في نهاية يعني الدكتور شاطر بس مش عارف يوصل المعلومة للمريض. نعم. فهذه كلها جزء من التعليم اللي موجود. دكتورة دلال بوبشيت، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة وكل التوفيق لكم.